على امبارح بقى، احنا عم داخلين مش نتكلم على امبارح الحماسه لا امبارح يعني كان في درس اعتقد الاهلي اعطاه للجميع. يعني امبارح كان قبل المباراه والاسبوع السابق يعني للماتش، الناس كلها كانت او التحليلات كانت مايله بنسبه 85 و80% غير الاهلاويه، يعني ان لا الماتش هيبقى صعب، لا الاهلي اكيد مش هيكسب، لا صعب قوي يا جماعه ان احنا ناخد الامل ده، لا انت برده مهما كان عندك غيابات كبيره، انت بتتكلم في 15 لاعب 11 منهم اساسي، انت بتتكلم في احداث غير مسبوقه، انت بتتكلم ان موسيماني نفسه عنده مشاكل وكان عنده يعني كورونا، فازاي الراجل هيعرف؟ هو اكيد عنده غياب، فاضل ايه؟ انت بتلعب بناشئين اول مره يشاركوا، فكل الاجواء دي وكل التحليلات دي منطقيه جدا لما تيجي تتكلم بالورقه والقلم تقول معاهم حق، يعني ما نقدرش ان احنا نقول ايه اللي بتقولوه ده، ده كلام منطقي جدا، بس تيجي على الصعيد الثاني في حاجه اسمها الاهلي، في حاجه اسمها الاهلي بمن حضر هذا الشعار اللي يتوارثه جيل ورا جيل ورا جيل، هو ده الشعار اللي عن حق. احنا دايما بنتكلم ان احنا بنقول حاجه عننا احنا بنقولها عن حق، ليه؟ لان عندنا ما يثبت ده تاريخيا وفعليا. فهي دي النقطه، الاهلي فعلا امبارح ادالك درس، قال لك انا مش بيفرق معايا الكلام ده، انا بثبت لك مره ثانيه ان الاهلي بمن حضر. فامبارح بقى لا حلو قوي اللاعب، بتتكلم كمان مونتيري المكسيكي يعني، وسلبيه كمان موسيماني الحمد لله كان الناس برده كريم يعني فاهم مشككه موسيماني هيبقى موجود ولا لا خالص. لكن امبارح رجاله النادي الاهلي فعلا اثبتوا يعني ان الاهلي بمن حضر، زي ما كنت بقول لحضراتكم الظروف كانت صعبه جدا لكن قدرنا ان احنا يعني نواجهها. الفريق كمان قبل انطلاق بنتكلم كاس العالم للانديه تحدوا غيابات يعني كتيره، بنتكلم كتيره جدا يعني الحارس الاساسي محمد الشناوي، الضير الايمن اكرم توفيق اللي تعرضوا للاصابه زي ما حضراتكم تابعتوا خلال مشاركتهم مع المنتخب كمان في مهمته الوطنيه، طيب ده غير غياب عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمد شريف كمان زادت مع اصابه بيرس تاو زي ما حضراتكم عارفين، لعبتنا تاني هنرجع نقول اثبتوا ان روح الفانيلا الحمراء حق حصري لابناء قلعه الجزيره. بجد يعني ماتش برده كان جميل جدا جدا، وبرده زي ما حضراتكم عارفين يعني مونتيري المكسيكي هو فريق قوي صاحب مشاركات عديده جدا في كاس العالم للانديه يعني، لكن احنا قدرنا ان احنا فعلا نتالق، فالحمد لله كانت حاجه مشرفه جدا جدا، وده الكلام اللي احنا قلناه وصدقنا. احنا قلنا يا جماعه احنا مش قلقانين، احنا قلنا الوضع احنا عارفينه بس احنا واثقين وفي ظهر نادينا، فحصل الحمد لله يعني.